بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية. النهاردة هنتكلم عن فيتشر جديدة في الـ SCCM Center Current Branch، هي الـ Windows 10 Servicing. لو أنا وقفت على الـ Windows 10 Servicing كده، هيجيب لي داشبورد فيها عدد الـ Windows 10 Machines اللي عندي والـ Version اللي عليهم. أنا دلوقتي عندي مثلا 2 Version، واحدة 15.07 وواحدة 16.07. الاتنين شغالين بالرينج اللي هي Release Ready، زي ما اتفقنا. فاحنا في الفيديوهات اللي كنا اتكلمنا فيها في الاول، بقت الدنيا شغاله بالرينج اللي هو بزنس ريدي وريليز ريدي ولونج تيرم. او الريليز ريدي اللي هي كرنت برانش، وديت كرنت برانش فور بزنس، وديت اللونج تيرم سيرفيس برانش. وهنا بيقول لك والله انت عندك مثلا 15.07 اخرها على 3/2016 هيحصل لها انتهاء. بعد كده خلاص، يعني اللي هي ايه، ما خلاص ما هتطلع تخش في الاند اوف لايف، وعلى 11/2016 خلاص ده الاند اوف لايف بتاعها. ومثلا اللي هي 16/07، لا انت دلوقتي لسه في الكرنت برانش بتاعها. مجرد بس اوفر فيو كده عن الديتيلز بتاعت الانفايرمنت عندك، وهتلاقي اللي هي 15/07 ديت، هو بيقول لك هي اكسبايرد بالنسبه لك عشان هي دخلت في الاند اوف لايف. لو فتحت هنا اول ويندوز 10 ابديتس، هتلاقي ديت الابجريدز اللي انت مثلا واقف دلوقتي على 15.07 وعاوز تطلع على 16.07، فانت بتقدر من هنا من فيتشر ابديت تعمل ابجريد. بس ديت لازم تكون في الادمنستريشن هنا في السايت كونفيجريشن، في السايتس، في السوفت وير ابديت بوينت سيتنجز. عملت انيبل الكلاسيفيكيشن اللي اسمها ابجريد علشان الابجريد دي تظهر عندك، وكنت طبعا عملت سينك. فلما تعمل الكلام ده هيظهر لك هنا upgrades الافيلبل. فسي اللي انا شغال على الفيرجن اللي هي ويندوز 10، مش education، لا ويندوز 10 انتربرايز فيرجن 16.07 اللي انا عاوز اعمل لها ابجريد. فانتربرايز فيرجن 16.07 انجليزي يو اس، هي ريكوايرد على ماشين، عشان انا عندي ماشين كان عليها 15.07، فانا عشان اعمل لها ابجريد فلازم اعمل داونلود او ديبلوي لل هتقدر تعمل لها داونلود وبعد كده ديبلوي كأنها سوفت وير بالظبط. طيب طب حد هيقول لي طب والله ما احنا كنا بنقدر نعمل ابجريد من خلال الابجريد هنا، الابجريد باكج. هقول لك في فرقين. اول حاجه الابجريد باكج، انت كأنك حاطط اسطوانه الفيرجن الاحدث جوه الماشين اللي عليها ويندوز 10 مثلا 15.07، وهتعمل ابجريد تطلعها 16.07. انما لو انا شغال على الاول ويندوز 10 ابديتس ديت، كاني حطيت الاسطوانه بتاعت سوري كاني اخدت الابديت عن طريق الويندوز ابديت. فده اول فرق. تاني فرق، انا في التاسك سيكونس هنا او في سيستم ابجريد بقدر اعمل تاسك سيكونس واقدر ادبلوي ابلكيشنز او سوفت وير ابديتس بعد كده. انما ده مش متافيلبل هنا في الاول ويندوز 10 ابديتس. السيرفيس بلان بتسمح لك ان انت تعمل بلان للسيرفيسنج بتاع الويندوز 10. احنا اتفقنا ان الويندوز 10 دلوقتي بقى في مود اللي هو سوفت وير، سوري، ويندوز از سيرفيس، بيحصل له دايما سيرفيس. ف البلان بتاعتك هتقول والله انا مثلا عاوز ابجريد من 15.07 ل 15.11، فبتيجي هنا في سيرفيس بلان هتقول له كرييت سيرفيس بلان ابجريد تو 15.11 نيكست. مين الكوليكشن بتاعتك؟ انا عاوز ابجريد اللي هم الناس اللي موجودين في الكوليكشن اللي هي خمستاشر زيرو سبعة. هتطبق عليهم الريليز ريليز ريدي كرنت برانش ولا كرنت برانش فور بيزنس؟ لا، طبق الكرنت برانش. ايه الايام اللي هتستناها قبل ما تعمل ديبلوي الابديت ده على الاجهزه؟ ايه الابجريدز اللي انت هتاخدها عشان تعملها انستول؟ فمثلا لو قلت له وريني الابديتس كلها، هيطلع لك لسته كامله من الابجريدز. فهقول له انا عاوز الحاجات اللي هي اللانجوج بتاعها انجلش، والتايتل هعدله هقول له انا عاوز الحاجات اللي هي التايتل بتاعها فيها ابجريد تو ويندوز
then enterprise واقول له اد كده اوكي ريفيو هتلاقى اللي هو لا انت عاوز كومه وبعد كده فيرجن 15.11 او معدل هنا واقول له كومه فيرجن 15.11 واقول له اد انا امسح ديت اقول له نيكست هتديبلوي الابديت ده في وقت قد امتى اليوزر اكسبيرينس هيبقى شكله ايه ديبلويمنت باكج هتحددها كريت ولا تستخدم ديبلويمنت باكج موجوده عندك خلينا نستخدم مثلا ديبلويمنت باكج ديت هتداونلود من الانترنت ولا لا وبعد كده اللانجوج اللي انت هتستخدمها ونكست وسامل الكلام بعد كده لما بتكون السيرفيس بلان افيلبل تقدر تعمل لها ديبلوي على كل الكلام اللي احنا حددناها اصلا واحنا بنكريت الديبلويمنت بلان فكده كانك عملت ابجريد للويندوز 10 من خلال الويندوز ابديتس فاحنا دلوقتي عندنا اثنين سوليوشن للابجريد بتاع الويندوز 10 واحد من خلال اوبريتنج سيستم ابجريد باكج موجود تحت اوبريتنج سيستم وبتقدر تعمل لها تاسك سيكونس او من خلال الويندوز ابديتس من هنا اخر فرق بين السيرفيس بلان والاوبريتنج سيستم ابجريد باكج الابجريد باكج ديت تنفع تديبلويها على ويندوز 7 ويندوز 8 عشان تصلحها من ويندوز 10 وتنفع تعمل ديبلوي على ويندوز 10 مثلا 15.07 عشان ترفعها 15.11 او 16.07 انما سيرفيس بلان ما بتترماش غير على ويندوز 10 ماشينز بس القديمه يعني عشان تعملها ابجريد لليفل اعلى.